الوالدين غادي نجيبوا واحد الدويره كورنيش اكادير. هذه 11 ديال الصباح اليوم الاحد 27 غشت 2023. واحد الحاجه ايجابيه في الشاطئ ديال اكادير هو الامن متواجد، الناس ديال القوات المساعده
الامن الوطني، السلطات المحليه، وكاينين هكا بالطوموبيل، كاينين بالموتورات، كاينين بالكواد في الرمله. الناس ديال الهلال الاحمر المغربي يمكن عندهم شي حمله هنايا. انا كيتسحب لي الناس ديال الهلال الاحمر. صباح الخير عليكم. صباح الخير. كي دايرين؟ الحمد لله. اش كديروا نتوما في لابلاج؟ حنا الدور ديالنا هنا في لابلاج كمنظمه افريقيه للمسعفين، التوعيه والتحسيس والتدخلات السريعه في الحالات اللي كاينين في الشاطئ، بحال اليوم بحال البصور اللي كيكونوا، بحال مجموعه ديال الاصابات اللي كيكونوا هنا في الشاطئ. يقدر انك ما عوض الديبلاصه من هنا حتى لوبيطال على اصابه بسيطه، يقدر نسواني ولا هنا ولا عندكم الماتيريال، عندكم كل شيء؟ لا موجود الحمد لله. والله يعاونكم، الله يسهل عليكم، الله يسهل عليكم، الله يعاونكم. سلامه، تبارك الله عليكم الشباب. هذا الكاميو ديال جمعيه الجنوب لمحاربه السيده، وهنا كيديروا تيست الناس بالمجان. هذه واحد البادره زوينه بزاف، عاد واحد الفريق ديال البيتش فولي ها هما كيترينيو. مقارنه مع كيف كان الشاطئ كاين واحد التحسن كبير بزاف، عاد مازال خاص النظافه، ولكن كاين تحسن للاسف. تقربت للصيف، ولكن المهم ارانا الشباب شي فريق هذا ديال البيتش فولي. الشاطئ ديال اكادير بدا كيخوى شي شويه الاخر ديال الصيف هذا، وحنا الساكنه ديال اكادير عاد غادي يزيد الجو دابا في شهر 9 10 11، وعاد غادي نمشيو للبحر، وعاد غادي نتبرعوا في شواطئ مدينه اكادير من هنا حتى الامسوان، وغادي نختاروا شكون الشواطئ اللي ما فيهمش التلوث وما كاينش بوزبال. الله يهدي بعض المواطنين، الله يهديهم، ما كنعممش، ولكن فين ما دازو كيخليو موراهم زباله. القوات المساعده، ناس ديال الامن الوطني كتشوفوهم، الاخرين بالموتورات كيدورو هنايا، الطونوبيل. وهذا مقهوى مطعم جوريلوي، هذا كيفكرني في الطفولة ديالي والشباب ديالي، من أجمل المقاهي. وحتى البنا أثمنة، شو الكلاب الضالة تاعهم، شو الكلاب الضالة ما محلهم من الإعراب. شحال من واحد عضوه غير هاد الايام هنا في الكورنيش، الناس كيديروا الرياضه حتى كيلقى راسو معضود. ايوا الله يدير شي تاويل الخير، وان شاء الله نشوفوا اكادير من اجمل المدن المغربيه، وغاديه تكون من اجمل المدن المغربيه. Thank you.
الله يرحم الوالدين.